اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار استاذنا وناقدنا الرياضي الكبير استاذ محمد القوصي. ازيك يا استاذ محمد؟ ازيك يا كابتن؟ بارك كله تمام؟ ربنا يخليك يا كابتن. الحمد لله. الحمد لله. ايضا ناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ خالد الاتريب. ازيك يا استاذ خالد؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ بارك كله تمام؟ ربنا يخليك. ايضا الاستاذ عبد الحكيم ابو علم ناقدنا الرياضي الكبير. ازيك يا استاذ عبد الحكيم؟ ازي حضرتك؟ كله كويس؟ الحمد لله بخير. اقول لك حكيم على طول. افضل. كويس؟ طيب. ايضا ناقدنا الرياضي وصديقنا العزيز الاستاذ احمد عويس. ازيك يا عويس؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ بارك الله فيك. كله تمام؟ تمام. الحمد لله. تعال اخباري على طول. مالك تمام؟ لا طيب. استاذ محمد هبدا بحضرتك النهارده. لماذا دائما النادي الاهلي في القمه؟ لماذا هناك دائما اختلاف ما بين النادي الاهلي وبقيه الانديه في مصر وفي افريقيا؟ لان الاهلي مؤسسة بيشتغل بنظام مؤسسي، ليه نظام، ليه قواعد، ليه ضوابط. أيوه. يذهب مجلس إدارة، يأتي مجلس إدارة. الأهلي ماشي على كما القطار يسير جداً في اتجاه اتجاهه واضح واتجاهه محدد واتجاهه معروف للجميع. ده بيخلي النادي الأهلي دايما بيحقق أهدافه مهما كانت الصعوبات ومهما كانت العراقيل. أعتقد أن آخر سنتين وخصوصا بعد كورونا دي النادي الأهلي مر بظروف صعبة جدا الحقيقة، لكن بإدارته الجيدة والمميزة وبنظام المؤسسي ولوائحه وقيمه ونظمه وتقاليده وأعرافه وولاده اللي خايفين عليه واللي منظمين، اعتقد كل ده يخلي الاهلي على القمه دايما. يمكن حتى اهل القمه اسمع على مسمى، يمكن الاغنيه الجميله اللي كانت في احتفالات الاهلي اللي قدمت الاهلي بشكل حلو وشكل شيك وشكل محترم. دايما النادي الاهلي مميز، دايما النادي الاهلي واضح، الاهلي ليه اهداف واضحه ومحدده، هدفه قيم واخلاق وبدايات قبل البطولات، ودي مهمه جدا في النادي الاهلي. أيوة. اللي الاهلي بيشتغل عليها، يعني ما حدش فوق النادي الاهلي، وبنقول الاهلي فوق الجميع وبناكد عليها. هو ده الشعار، ده اللي فوق ولاد النادي الاهلي كلهم تحت هذا الشعار بيشتغلوا من اجل النادي الاهلي، من اجل مصلحه النادي الاهلي، من اجل اعلاء قيمه النادي الاهلي. اي حد فيهم يعني عنده سعاده يضحي بمصلحته الشخصيه من اجل النادي، ومن اي حد فيهم بيخضع للمنظومه، للمؤسسه، للائحه، للقانون. كل ده كلام خلى الاهلي دايما في القمه وفي المقدمه. حتى الاهلي لما بيخسر بطوله ما بيقعدش يلطم الخدود ويشق الجيوب ويبكي على اللبن المسكوب. الاهلي بيفكر في اللي جاي بقى هو ايه، وده شفناه لما كابتن محمود الخطيب عمله بعد مباراه الجونه في الجونه مباشره، ازاي نزل يتكلم مع اللعيبه ويفكرهم بالمرحله اللي جايه اللي الاهلي بدا يستعد فيها. واعتقد ان ده هنشوف ثماره بدايه ان شاء الله من يوم 21 في السوبر. تفصيليا شويه بقى خالد، احنا مثلا خلينا نتكلم عن اي مشكله بتحصل مع اي نادي في مصر او في افريقيا. ان انت لما تيجي تتكلم عن ان بعض الانديه مثلا ما عندهاش او عندها مشكله مع اتحاد كره القدم في القيد مثلا، او ان النادي الاهلي مثلا عمره ما كان عليه فلوس للعيب الا ودفعها، حتى لو طلع حد وقال ان عليه فلوس بيجي يقعد وفي الاخر. هو ده من الفروق اللي بتخلي النادي الاهلي ايضا مختلف. بص يا كابتن، هو النادي الاهلي دايما ما عندوش حاجه يخبيها. بمعنى انه عارف عليه ايه وليه ايه وبيتصرف في الحدود دي وبينطلق في الحدود دي. ما بيسوفش، ما بيستناش حد انه ينقذه، ما بيستناش حد انه يمدله يد العون، ما بيستناش. هو دايما زي ما بيقولوا بيتحرك بمبادئه، بيتحرك بثوابته، مش عايز حد ان يقول له او يتقال عليه انه فلان ساعده او فلان تبرع عليه باي شيء، بمسانده، تبرع عليه باموال، تبرع عليه باي شيء. هو عارف حدوده ايه وبيتحرك. حتى في موضوع التبرع بتبقى هناك شكل معين للموضوع ده. مفيش حد بيعمل حاجه مع النادي الاهلي اللي ما بيكون مستفيد على مدار التاريخ. على فكره بيكون كله مستفيد، هي بتبقى عملية متبادلة، عملية بتبقى واضحة. محدش يعني موضوع التبرع ده أصلا موضوع كبير جدا. ولو دخلنا فيه هيكون فيه قصص كتير جدا وحاجات بتتقال. إنما إحنا خلينا في القصة دي تحديدا. سبب تفوق النادي الأهلي في موضوع القيد إنه وموضوعات تانية كتيرة، إنه زي ما قلت لحضرتك ما عندوش حاجة بيخبيها، اللي هو كويسة دي. طبعا ما عندوش حاجة بيخبيها، وكمان ما عندوش حد يخبي عليه. وكمان ما عندوش حد يخبي عليه، بمعنى ان النادي الاهلي لما بيكون عليه فلوس او يكون عليه مستحقات بتلاقي المطالبات وتلاقي القرارات طالع مباشره. اي قرار بيطلع من الكاف او بيطلع من الفيفا فجاه بيكون موجود قبل ما يكون عند اتحاد الكوره. انما دلوقتي في قرارات بيتم اخفائها على مدار مش يوم ولا اثنين ولا ثلاثه، على مدار شهور. الفكره الاكبر من كده ان لما بيكون في اخبار يتداولها الاعلام ان في ازمه حاصله بالفعل، بيطلع المسؤولين في اتحاد الكره بينفوا ده. هي دي الفكره، فكره انك خبيت، ولما خبيت
الناس هي اللي اتكلمت، ولما الناس اتكلمت برضه انت نفيت. فهي دي الفكره، ده مش موجود مع النادي الاهلي، عشان كده النادي الاهلي مش مستني حد انه يساعده في القصه دي.